ما زالت أسئلة المغاربة بالمهجر ترد علينا في فقرة فاسألوا أهل الذكر، واليوم معنا فضيلة الأستاذ مصطفى شنضيد من الدنمارك، وهو عضو لجنة التنسيق العلمية بالمجلس العلمي المغربي بأوروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد شنضيد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم ومرحبا بكم في فقرة فاسألوا أهل الذكر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة المباركة. طيب أستاذي الفاضل، ورد علينا سؤال يقول: كثير من الناس يزورون القبور، ومنهم من يجلس على حافة القبر لكبر سنه أو شعور بالعياء في تلك اللحظة، فهل هذا جائز؟ الجواب من عندكم فضيلة الأستاذ مصطفى الشنضيط. الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجلوس على القبر أمر جائز لا شيء فيه، وهو مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل من أحد لم يقترف الليلة، أو لم يقارف الليلة، أي يعني لم يجامع أو أنه لم يرتكب ذنبا؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. والشاهد عندنا في هذا الحديث في قول أنس: وكان رسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، أنها للاقتداء والاهتداء وتعليم أمته، ولا قول بالتخصيص من غير دليل. والجلوس على القبر أثناء الدفن هذا أمر مجمع عليه. يقول الإمام الباجي في شرح الموطأ: ولا خلاف بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدفن. والصواب أنه لا فرق بين الجلوس عليها أثناء الدفن أو بعده أو في سائر أيام الله. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلاغا أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وقوله كان يتوسد يفيد الدوام والتكرار. وروى الإمام البخاري تعليقا عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يجلس على القبور. فهذه الأحاديث والآثار كافية في الدلالة على ما ذهبنا إليه. لكن هناك حديثان في صحيح مسلم، فأما الأول منهما فهو ما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وروى كذلك أي مسلم بسنده عن أبي مرتد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والجواب عن هذين الحديثين في أمرين، في وجهين. فأما الوجه الأول فهو أن الوعيد الشديد لا يكون على أمر عادي، لا يكون على أمر هين، لا يكون على أمر يعني ليس بشديد النكارة، وإنما يكون على أمر شديد القبح والنكارة والفساد. فهذا أول أمر. فإذا يقتضي ذلك على أن العلة أو علة التحريم هي أمر آخر، وهي ما ذكره يعني، وهو الوجه الثاني، وهو ما ذكره سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فقال: وإنما نهي عن القعود عن على القبور فيما نرى للمذاهب، يعني لمواضع قضاء الحاجة من غائط أو بول، أعزكم الله سبحانه وتعالى. وهذا القول ليس قوله فقط، بل هو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعلي بن أبي طالب وخارجة بن زيد ومجاهد بن جبر. ومن أين أتى الإمام مالك بهذا التعليل؟ من أين له بهذا الاستنباط؟
قال روى الإمام البخاري بسنده عن عثمان بن حكيم قال أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه لمن أحدث عليه. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن زيد بن ثابت قال له أهلما يا ابن أخي إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط. فإذا علمنا العلة التي من أجلها ورد ذلكم التحريم، وهكذا يتضح الأمر ولا يبقى فيه أي إشكال. وإن لم يرضى الآخر بهذا التعليل وهذا التدليل نقول له فعندنا أحاديث تبيح وعندنا أحاديث تحرم، والأدلة إذا تعارضت تساقطت، ويبقى الأمر على الإباحة الأصلية. إن وهكذا ينبغي أن نفهم الأدلة إن شاء الله تعالى. يبقى الأمر هو تنزيل هذا الأمر على حالتنا اليوم. المقابر الآن يعني هي فسيحة واسعة، وقد يمشي الإنسان مئات الأمطار وكيلومترات حتى يصل إلى القبر الذي يريده. فيعني عندما يصل يكون منهكا، يكون يعني تعبا، فيجوز له أن يجلس. فتجد المرأة والرجل الكبير والمريضة يعني يجلسون على حافة القبر لكي يأخذوا قسطا من الراحة، فلا شيء في ذلك، ولا داعي لكي يأتي أحد وينكر عليهم كما نراه هذه الأيام من بعض الناس أنهم يأتون وينكرون على الناس الجلوس على القبور بدعوى أن ذلك محرم، لأنهم لم يطلعوا على مذاهب الفقهاء وعلى تعليلاتهم وعلى تدليلاتهم. وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ مصطفى الشنديد، وشكرا لكم على هذا الجواب الشافي والمتعلق بجواز الجلوس على حافة القبور. كنتم معنا من الدنمارك، وأشير إلى أنكم عضو لجنة التنسيق العلمية بالمجلس العلمي المغربي بأوروبا. بارك الله فيكم أستاذي الكريم.